السلام عليكم خواتي وخياتي. اليوم كاين فلوغ جديد ان شاء الله. راني راح لبلاصه خلوي بزاف باش نروبوزي تما تما باش ممكن ندير فلوغ نديرو انتيكوبي نديرو خلوي. راح نهضر على واحد جوج مواضيع مهمه بزاف. موضوع كنهضر عليه انستينا راح نهضروا عليه ونعطي وجهه النظر تاعي وبالك نتعمق شويه في السوجي هذايا. والحاجه الدوزيام راح نحبس اليوتيوب وشنو هما الاسباب وكيفاش وعلاش. ايوه À qui est-ce que tu parles en ce moment? Qui est-ce que tu crois que je suis? Non, t'as pas compris. Tu ne sais pas à qui tu parles, alors laisse-moi t'expliquer. داك الزهر خاوتي مزيان جيب لي زاباري بزياده ديما نمشيهم كاع معايا. ليك هادي هي الباتري تقول لي باتري فابل الاخرين شارجيت كلشي كاع لي باتري تاعهم هادي اللي نسيتها بسكر في تهداني المينوت. السلام عليكم خاوتي نريحو نشيخو معاكم شويه. اليوم راح نفرغ قلبي معاكم في واحد دو سوجي سوجيات مهمين بزاف بزاف. الحاجه الاولى على الحكايه تاع انستينا والفيديو اللي طلقوا عنده 4 ايام وين حصلت الملايين تاع المشاهدات. وهنا يتقسم الراي العام بين يعني مؤيد وبين منتقد وكاين الاقاليه اللي كانوا يعطاكيو فيه ديريكت. والموضوع الثاني علاش رايت فلوق حبست اليوتيوب يعني كيقرب الحق ال 1 مليون ابوني في اليوتيوب. جبت روحي قام اليوتيوب وليت ما نطلق والو حبست كلش وجبت روحي على لي زو سوسيو. شنو هي السبه اللي خلاتني نحبس واش راح نستفاد كي نحبس واش راح نخسر كي نحبس. راح نبداو بالسوجي تاع انستينا ومن بعد نروحو للموضوع تاعي. صح بيت فهمكم خوتي واش راح نقول لكم دوكا. هذا مجرد راي خاص يعني هذا رايي الشخصي انايا. عندها 4 ايام طلق انستينا واحد الفيديو اللي سماه وين بها هضر على حاشاكم وحاشاكم الخماج اللي راهو يدور في لي ريزو سوسيو تاع بعض المؤثرين والمؤثرات وشنو هما الاسباب اللي خلاو هاد الناس هادو ما يتشهروا وشنو هو دور المجتمع في الشهره تاعهم. وهنا كاين ناس بزاف اللي قالوا بلي واش قال انستينا كاينه منها حاجه رانا عايشينها وكاينه منها. كاين ناس واحد اخرين قال لك لا انستينا راهو يهضر على حوايج اللي هو اصلا لازم يسقم روحه فيهم. وقال لك واش هي السبه انه هو لقاوه باللي ما بوني عند بعض الاشخاص اللي كان هو يعطاكي فيهم ولا كان يمعني عليهم. نعطيكم وجهه النظر تاعي باسكو لقيت الناس راهم يبعثوا لي يقولوا لي رائد واش رايك في الفيديو تاع انستينا رايي كمشاهد. قبل ما نهضروا على الموضوع تاعو شكون هو انستينا باش نهضروا على الموضوع هذا ونبريسيزيو حوايج فيه لازم نهضروا على الشخص اللي دارو. شكون هو انستينا؟ تبعوني مليح قبل ما تبداو تهضروا في الكومنتات تبعوا مليح وسيو فهموا الفكره اللي حاب نوصلها لكم. وشنو هو المحتوى اللي قدموا للشعب الجزائري ولا في لي ريزو سوسيو؟ اسكو عنده محتوى هادف ولا يتيري برك؟ اسكو كاش خطره قدم للمجتمع ولا ليا وليكم للناس كامل قدم لنا حاجه خامجه؟ اسكو كاش خطره قال للناس ديروا حاجه ماشي مليحه؟ اسكو كاش خطره شفتو طلع ودافع على قضيه ماشي هي؟ اسكو انت كتشوف الفيديو تاعو تستفاد ولا ما تستفادش؟ اسكو الرساله اللي يبعثها للناس رساله نقيه ولا رساله يضيع بها اجيال؟ اي واحد يبان في ريزو سوسيو وين عنده الالاف تاع المتابعين ولا الملايين تاع المتابعين عنده دور في المجتمع. يعني اي حاجه تخرجها راح تقدر تاثر على ناس يشوفوك ولا يحبوك ولا يقدروك. اي واحد يكون عنده متابعين بزاف اعوذ بالله من كلمه انا ما نحبش نقول عليكم متابعين نحب نقول عليكم خاوتي. انتم خاوتي دوك اليوم يتفرجني ويحب لي فيديو تاعي ولا يتبع لي فيديو تاعي ولا تحب ولا تكره يتاثر بواش نقول. الا كان يحبني ويقادرني ويحترمني كي نهضروا حاجه بويسك هو يحبني امني ويقدر يدير واش راني نقول. يعني هنايا عندي ان رول وين راني ناثر على الناس. نفس الشيء مع انستينا نفس الشيء مع الناس اللي يقدموا محتوى مليح نفس الشيء مع الناس اللي يقدموا محتوى تافه. دوك الا كان انستينا انا ملي نشفالو ولا انتم على بالي بلي كامل جامي ما كنقدم حاجه ماشي مليحه للمجتمع. لي فيديو تاعو كاع نقيين وتشوفهم اون فامي ومحترمين وي اون بليس دو سا يعالج قضايا اللي راهي صاريه في المجتمع ويمد لك اطرافر هاد لي فيديو هادوما رسائل ولا نصائح. يحاول بطريقه تاعو هو كوميدي يضحك شويه بصح بطريقه كوميديه يحوس كيفاش يلحق لك ميساج بالك انت تبدل عقليتك انت تشوفها تضحك تقول والله صح واش انا نديرو يضحك انا واش انا نديرو انا غالطين فيه لازم نسقمر وحدينا بالعقل. يعني المحتوى تاعو 99.99% انا نشوفه محتوى نقي ومحترم وهادف ويمد رسائل ايجابيه. دوك الفيديو اللي داروه هو هضر على حاجه صاريه في المجتمع تاعنا اللي هما الخماج اللي يدور في لي ريزو سوسيو. كي تشوف الخماج اللي يدور في لي ريزو سوسيو تشوف عندهم المتابعين بالالاف وبالمئات الالاف وبالملايين. كي تبدا تخمم منطقيا شكون راهم يتبعوا فيهم؟ باسكو صاحب المحتوى هذاك لو كان ما عندوش متابعين بزاف يحبس على المحتوى
انا لو كانوا اللي نحط انا فيديوهات تاعي نحطهم ويشوفوهم 10 و20 نهار مور نهار نهار مور كرا كرا نحبس. بصح لو كان انا اليوم ما يشوفوا 100 الف غدوه يشوفوا 200 الف غدوه يشوفوا 10 مليون شغل قاعد نزيد انا المحتوى هذا راه يمشي راه مليح نكمل فيه. اذا كان محتوى مليح راني نكمل في الملاحه تاعي، واذا كان محتوى طايح والناس راهم يدخلوا بالمال تاع المشاهدات راح يكمل السيد في المحتوى الطايح هذاك. تما المتابعين راهم عندهم ان رول في هذاك المحتوى. الا كتشجع انت في محتوى تافه تتن عندك دور في هذا الزبله ويدور. وهذه حاجه واقعيه، حاجه راهي تكزيستي. واحد ماشي خدام ما يقدرش يوري لك انت كيفاش تخدم. واحد ما عندوش هنا في اوروبا ما عندوش الاوراق ما يقدرش يوري لي انايا كيفاش نخدم الاوراق. واحد يخدم ميكانيسي ما يقدرش يوري للطبيب كيفاش تكون انت طبيب. واحد يكون بلومبي ما يقدرش يوري للمنويزي كيفاش يخدم لا منويزري. كل واحد الدومين تاعو. صح انت منين تاخذ المعلومه ولا انت منين تاخذ المعلومه منين نقدر نستفاد. انا نستفاد من واحد ناجح في الدومين هذاك، ماشي واحد هو مشى في الطريق هذيك وفاشل يجي يوري لي انا كيفاش ننجح. كان نخدم في سايبر سيكوريتي في الامن السيبراني، ما يقدرش واحد يجي هو ماشي الدومين تاعو ويجي يقنعني في حاجه في خدمتي انا مختص فيها نقدر نهضر عليها. انت ماشي مختص فيها ما تقدرش تهضر عليها ولا تغالبني فيها. نقدر نستفاد منك في الدومين ديالك، انت تستفاد مني من الدومين تاعي. اكو فاهمين لو برينسيپ خاوتي؟ لا تخلطت الامور في لي ريزو سوسيو. اي حاجه تشوفها وين كاين فيها السبان والطياح والبوليتيك والنساء يضربوا بيناتهم والخماج والزوبيه والاخر، مش هذا الطالحين الناس مبروشيه تتبع فيهم. هادو هما اللي يتبعوا فيهم منين؟ من بنغلاديش واللاشين هنوده من المجتمع تاعنا. لو كان احنا جينا حنايا المجتمع نخمو في حاجه وين نحبسوا التفاهه هذه ما تتبعش التفاهه، اللي راه يقدم التفاهه اوبليج عليه يحبس. باسكو كلش بدراهم، اللي راه يبوستي في الفيسبوك فيسبوك يخلص، بوستي في تيك توك تيك توك يخلص، اليوتيوب اليوتيوب يخلص. باش واحد يقدم التفاهه وما يخلصش عليها ماش كيتش يكمل. بالك ماشي كاع ولكن الاغلبيه حيحبسوا باسكو ما فيهاش دراهم، ماهوش يشوفوه ماهوش يخلص. تولي قدم محتوى مليح نتبعوك ونشوفوك وتحب تدير دراهم بصحتك امورنا نستفاد والمجتمع يستفاد وراك تقدم حاجه اللي يستفاد منها الناس كامل. لا تقدم لنا في الزوبيه واحد ما يشوفك وقعد تدور حاشاك في الزوبيه وحدك نهار تعيا منها تحبس. نورمالمون هذا هو البرانسيب اللي نمشيو به. انا هذه اللي نخمم فيها. اما انا ستينا شكون ابونا وشكون ما ابوناش انا حياته ما تهمنيش دونك. هو ماهوش يأدي فيا وماهوش يأدي في المجتمع وماهوش يقدم حاجه ماشي مليحه ما يهمنيش انا شكون ما ابوني. باسكو شفت الناس يقولوا لك باللي انس راه مابوني عند فلانه هو ويطاكي فيها، مابوني عند فلان ويطاكي فيها. بالك ابون بالك ابونا غلط، بالك عنده امور واحده اخرى في راسه، ربي يسهل عليه. انايا واش راه يقدم لي ليا؟ واش راه يمد لك ليك؟ خمم واش راك تستفاد منه، او يمد لك حاجه مليحه نوقف معاه ونكمل نتفرجوا وندعموا، او يمد لك حاجه ماشي مليحه ديزابوني. ولا ولينا الانسان اللي يهضر الحق نطاكيوه، والانسان اللي يهضر الباطل نخليوه. وصرات لي شحال من خطا. لي فيديو اللي هضرت وين ديفونديت على بنات بلادنا كونتر واحد الجنسيه على بالكم شكون جاو لهنا بداو يخدموا لي فيديوهات ويحرشوا تاوعنا راحوا يجروا يقزبوا لهم. نهار هضرت بداو يسينيالوا لي باجات تاوعي لي دو باج تاع فيسبوك تاعي سينيالوا. البارح برك طلقت ستوري على هذا السوجي هذا زادوا سينيالوا. هنا تفهم شكون هو سينيالي فيه، علاش سينيالي لي وانا ندافع على بلادي ولاد بلادي وبنات بلادي باش ما يطيحوش في التفاهه. سينياليني انايا. هنا كاين خلل في المشاهدات ولا في المشاهدين ولا المشاهدات. يا حنايا كنا نعتبروا روحتنا شويه مؤثرين، يا نتعاونوا ونقدموا حاجه مليحه ونعاونوا الناس باش يبعدوا على الزبل هذاك اللي يدور في لي سوسيو، يا حنا تنكرهوا ونجبدوا روحتنا ونخلوا لهم تينا وحدهم. ومن بعد كل واحد يولي ما تخافش على روحك خاف على بنتك خاف على وليدك. باسكو انت بالك انت ولا انت تقول مخي كبير راني نخمم وما يعفسوهاليش، بصح الطفله تاع 16 سنه ولا 17 سنه ولا جات 15 ولا 16 سنه راهو يرفد راهو يتعلم. العقليات هذوك يقدر يرفدهم غير من لي ريزو سوسيو. بكري كانوا العائله تربي، بابك يربي، يماك تربي، خاوتك، جيرانك يربيو، برا تربي، الزنقه تربي، ليكول يربي، وين تروح كاين تربيه، تتربى بلا جدك، وين تكون تتربى، لازم تخاف جارك تخاف منه، تشعل قار وانت صغير تخاف جارك يشوفك باسكو راح لو كان يشوفك ويقول بابك، بابك راح يبرك عليك. احنا ولينا دوكا نشوفوا ديزيلاف يطيحوا الاساتذه، الجار ما يحترمش جاره، طفل صغير يسب الكبير. الكبير ما يحترمش الصغير، الجار يسرق جاره. ولينا نشوف واحد الافات اللي ما كانوش بكري، ونسبه كبيره من هاد الافات هذوما السبب تاعو الاعلام ولي ريزو سوسيو والفيسبوك والانستغرام تيك توك. عنده دور كبير في هاد العفايس هذو، ما نكذبوش على روحتينا.
شوف طفلان تاع 15 ولا 16 سنه خارجه برا وتشطح مديره التليفون وتشطح برا. بكري ما كانتش، عتقول لي ما كانش الانترنت، وي ما كانش الانترنت وما كانش التليفون وما كانش تيك توك، هذايا تا كانت حاجه واسمها تربيه. دوك دخلوا هادو العفايس كامل وراحت حاجه لي واسمها تربيه. امور ولينا نشوفوها في المجتمعات تاعنا اللي حنا نورمالمون مجتمعات مسلمه، وما نشوفوهمش بالك في المجتمعات اللي ماشي مسلمه. نورمالمون العكس. ندخلوا دوكا في السوجي تاع علاش انا يجبد روحي من لي سوسيو، وراح نقول لكم واحد الحاجه اللي خممتها مع روحي، شوف كيما يقولوا لحظه ادراك. وكامل نحبكم كامل خوتي تبرونشي، واش راح نقول لك دوكا كامل كيما رانا انا نتوما، تكون انت مع الزوجه تاعك مع الوالده تاعك باباك خوك صحابك الخطيبه تاعك، تروح تتعشى مع صحابك، تروح للبحر، تروح كش بلاصه شابه، واش نريحوا نديروا؟ نحكموا التليفون، ما نطلقوش التليفون، الزوبيه هذايا ما نطلقوش. نهار كامل تروح للبحر مع صحابك، نهار كامل وانت حاكم التليفون من الانستغرام تيك توك تيك توك اليوتيوب، تقعد غير تزابي اوليو تبروفيتي في المومو اللي راك فيه مع صحابك. نو انت راك تبروفيتي من هذايا، اربع سوايع خمس سوايع ست سوايع انت مبروشي مع التليفون، ومن بعد الوقت عاود تطلع للدار. اسكو تبنيت القعده هذيك؟ الناس يروحوا اون فامي، تروح انت مع راجلك ولا مع خطيبك ولا مع لاباليش، تروحوا تتعشوا في بلاصه شابه ولا مع الوالده الوالد اوليو تريح تستمتع بالقصره، تريح اون فامي وتستمتع بالقصره هذيك. حنا واش ولينا لي ستوري، حكم تليفون صور الشلاطه، صور اللحم، صور الشوا، صور هذيك، صور الجول، موخيطون دب قرعامه، صور كلش ونزربو نحطوهم في نزربو نحطوهم في الانستغرام ولي ستوري، وننساو الصح اللي هو هذيك القاعده اللي راه قاعدها اون فامي. ولينا نشوفوا واحد يسرق واحد، اوليو الناس تروح تعاونوا وما تخليش هذاك السيد يسرق، الناس حاكمه التليفونات وتصوروا وتكاميري. انسان داير اكسيدون اوليو الناس تروح تعاون سيديهم داير اكسيدون، ولينا نشوفوا الناس يجبدوا التليفونات ويصوروا الاكسيدون ويزرب يطلقها شكون طلقها الاول. كاين دي زوندروا تروح لهم خطره في حياتك، راك سافرت ولا رحت لبلاصه بالك خطره في حياتك شابه بزاف، اوليو تبروفيتي بعينك تشوف هذيك البلاصه، حاكم تليفون وتصورها وتقول لي صورتي ذكريه، صورتي ذكريه. كانوا يديروهم بكري كيروح البلاصه يريح فيها نهار كامل، يدي زوج صور ولا ثلاثه، هادوك زوج صور ولا ثلاثه يفكروا في نهار كامل. دوكا او يروح يريح نهار كامل في بلاصه بالك ما يشفاش على زوج دقائق ولا ثلاثه من هذيك البلاصه، باسكو داير نهار كامل هو التليفونات الجو الانستغرام تيك توك، يعني المومو هذاك ما راكش تبروفيتي منه. الانترنت دات لنا كاع وقتنا، نورمالمون دي مومو كيما هذاك نحطوا تليفونات كاع طفوهم نحطوهم في كساكوشه ونريح مع العائله تاعك ولا مع صحابك بروفيتي، باش يبقاو لك لداخل. طاب بوزوا يبقاو لك في التليفون، خليهم يبقاو لك لداخل، باسكو الا خليتهم في التليفون والداخل في راسك ما كاش ما عندك ما دير بهم، ما استفدت منهم والو، ما بروفيتيش مي با لوندروا هذاك، ما بروفيتيش مي با بهذاك لو بتي مومو اللي راه نورمالمون تعيشوا، ما راناش نعيشوا، رانا نعيشوا حياه اترافار لي ريزو سوسيو واترافار تليفونات. ولينا يصراو لنا مشاكل بزاف غير على جال لي ريزو سوسيو، مشاكل مع دارك مع العائله تاعك مع خوتك مع الناس ما تعرفهمش مع الناس تعرفهم. دخلت انا الدومين هذا تاع لي ريزو سوسيو دخلته بكري، يعني عندي اكثر من 10 سنين ملي دخلت، ونعرف جد بابا الحلو في مليح كيفاش يمشي، فيه عفايس بزاف ملاح وفيه عفايس ماشي ملاح. وانا واحد نهار دخلت للدومين تاع اليوتيوب ثالث، كاين امور كنت درتهم وغلطت فيهم، ماشي معصوم الخطا انايا، امور بزاف درتهم غلطت في ناس، بالك كنت نشعل اوكر واحد يهضر عليا دوكا 10 دقائق ونشعل فيهم جهه واحد اخرى، واحد يهضر لي كلمه صغيره رجع له 500، هضر لي كلمه دوكا ماشي مليحه تنشر فيا نرفض روحي نحكم طياره نقلع لك. بصح لقيت روحي باللي هذيك ماشي الطريق صحيحه، باللي كنت نغلط بزاف، واش وليت ندير؟ وليت نصحح في الاخطاء تاعي. اليوم غدوه الناس نقرا لي كومونت يا رائد نورمالمون ما ديرش هذه، يا رائد نورمالمون ما تحضرش هذه، يا رائد غد دير لنا هذه، نتعلم منكم كيما قلت. بصح انا كنت نقرا التعاليق تاعكم، الناس يبعثوا لي دي ميساج، نتعلم التعاليق تاعكم ونصحح الاخطاء تاعي. دانييرمون لحقت لواحد المومون وين كان لازم انايا نريح مع مخي، باسكو راك خدام هكا انت خدام، ومن بعد تدخل لي ريزو سوسيو ومن بعد عندك فيديو تخدمو تبريباريه سوجي تبدا دير المونتاج تاعو كل يوم كل يوم كل يوم. لقيت روحي باللي مع روحي ما رانيش نريح، الوغ جافي بوزوا نريح مع مخي ونخمم اسكو راح نكمل في الدومين هذا، اسكو لازم نعيش دي مومو، اسكو لازم ندير وقت وين نحطو لليوتيوب والانستغرام ولي ريزو سوسيو، اسكو نجبد روحي ديفينيتيفمون ونعيش حياتي كيما كتبها لي ربي كيما كنت عايشها ونكمل فيها. الوغ جبدت روحي كامل وقررت في الاخر اني لازم اني ما نحبش نسيبر كيفاش نزيد ناميليوري الامور تاعي، نزيد ناميليوري المحتوى تاعي، ناميليوري لي تاكس اللي نخدمهم، ناميليوري المواضيع وندير لهم وقت محدد، حياتي نعيشها خدمتي نخدمها ونقدم محتوى نقي. خاطر لو كان جبد روحي وفلان يجبد روحه والناس اللي عندهم محتوى نقي وحاجه مليحه يجبدوا روحتهم، تي راح يفرغ وراح يبقى غير العباد اللي ما يصلحوش. من غدوه
يقدر يكون عندي وليدي ولا بنتي ويقدروا يطيحوا في البياج يشوفوا العباد هذو. على الاقل نحاول كيفاش نساهم بشويه بشويه اني نخلي لي ريزو سوسيو نقيين. لو كان الفيديو تاعي لو كان نحط فيديو انا واحد يشوفوه 100,000 ويستفاد منه واحد، على بالي بلي عند ربي راح يجازيني ربي عليها. وانا يا مع روحي نكون مقتنع اني فت انسان واحد فيديو واحد، ميم يشوفوه مليون ويستفاد منه واحد الدنيا وما فيها. وعن قريب ان شاء الله خوتي كاين بزاف لي سوربريز راح نخليهم لكم في الايام القادمه ان شاء الله تدوهم، وين حوايج تستفادوا نتوما منهم ونستفاد انا منهم وتستفاد منهم بلادنا. عطيتكم خوتي اليوم فرغت شويه قلبي، عطيتكم هضرت على المواضيع هذوما شغل اتيتر تاع اخ ماشي كا انفلونسر ولا يوتيوبر ولا تاع اخ او يهضر مع خوته، يعني هذا الراي الشخصي ديالي وكل واحد حر في الراي تاعو. تلاقاو في فيديو جديد موضوع جديد ان شاء الله. نموت عليكم كاع خوتي كاع راكم في القلب. تشاو راكاتسي.